في الحته دي. يعني وليد سليمان كان يبقى هو اللي مكان ناصر، لان ناصر انا قلت لك وكنت متوقع ان هو ما كانش هيأدي. فكان وليد يبقى هو اللي في الحته دي، ويبقى اي رؤيه بقى عايز يلعب اي حد على الطرف او على او راس حربه تاني او اللي هو عايزه كانت هتبقى مؤثره جدا. وليد سليمان في الحته دي كان هيبقى اداؤه افضل من كده. اوكي طيب كابتن حماده، يمكن احنا كنا نفسنا الاهلي يجيب جول او يكسب لاداء الاهلي وسيطرته على الحته اللي هي اللي بتكلم على الفرص مش السيطره العامه، يعني الاستحواذ العام كان لصالح الحريه عنده سواء ده بحكم طبيعي يعني بحكم الارض طبعا وبره ارضك، يعني لو بتكلم على الخطوره اللي على المرمى كانت للاهلي ما فيش كلام، يعني خمس فرص محققه، اثنين سهلين جدا لصلاح محسن، واحده لوليد ازارو، واحده لكولوبالي، ومحاوله كده من عرضيه لعلي معلول، لكن في النهايه النتيجه مقبوله شويه. اتكلم في حته ناصر ماهر، ناصر ماهر يعني لعيب كويس جدا جدا، بس خلي بالكم برضو كمان ده اللي لعب في الحته دي، كل اللي لعب في الحته دي صبرنا عليه كتير قوي. طبعا لو يعني لسه افتقد الخبرات برضو صبرنا عليه كتير قوي، فاكر صبرنا مش موسم ولا اتنين، في صبر كتير جدا اللي بيلعب في الحته دي تحديدا بيحتاج مباريات كتير قوي 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 عشان يلعب بشكل معتاد مع زمايله. ناصر معاك ان هو مثلا محتاج شويه كلام كتير جدا جدا معاه في شخصيته وكمان والبطوله بتاعته والبطولات اللي ممكن يحققها مع النادي الاهلي وازاي يبقى نجم بشكل كبير جدا، لكن في النهايه معدل اللي اداه ناصر لحد دلوقتي مقبول جدا. طبعا اكتر واحد بيحب ناصر ماهر انا. لما بتسقط قطاع الناشئين مواليد 97 رحت لقيته مهمل عنده اثنين صليبي. اوكي ده حضرتك لما كنت في قطاع الناشئين رحت جايبه وجايب الدكتور، قلت له الراجل ده سلموه لي امتى؟ قال لي يا كابتن بالكتير شهر ونص. اوكي ففي كابتن كشري ماسك 97 ابتدى الراجل يخش بعد الجيم وبعد الشغل ابتدى يعمل ايه؟ ابتدى يديله 10 دقائق في ربع ساعه، لان انا ناصر عارفين امكانياته، كل النادي عارف امكانياته. امكانياته عاليه قوي. انت كده بتخسر جمهورك. لا بدليل حضرتك الرساله دي من كتر الاصابات وانت برضو متمسك بيه. طبعا يعني صح، اتنين صليبي وانت كنادي اهلي عشان عارف امكانياته في ناس كتيره بتسيبها، لكن انت عشان مقتنع بامكانياته وقدراته. حاجه ثانيه يا كابتن، انت عارف سموحه كان عامل، شفت انت طبعا اداؤه كان عامل ازاي وفي بتروجيت اولا كان بيكنس ويجري ويخبط. احنا كنا بنتكلم هو في سموحه لازم يروح منتخب مصر مش كده؟ الحته اللي بيقول لك ناقص عندنا في منتخب مصر كل الناس. ناصر ماهر ده لازم يبقى محترف في احسن دوري في العالم، يعني صحيح. انا شايف كده. احنا شدنا بيها كابتن عادل اول ما جه النادي الاهلي لعب مباراه الاسماعيلي، بعد كده مباراه المصري، وحتى كارتيرون اداله كل مباراه وكان بيديله حوالي 60 دقيقه، قال لسه هو لياقته البدنيه ما اكتملتش عشان بقاله فتره متوقف من سموحه باخر مباراه للكاس، وهبدا اديله وهزود له هو الوقت. محتاج شغل محتاج شغل كمان مش مساله ثانيه بس. لكن النقطه انت قلتها كابتن سيد ان احنا كنادي اهلي في الحته دي الناس اللي لعبت محتاج اصبر عليها. طبعا صح محتاج نصبر عليه. هو بس يعني انت دايما اللعيب اللي انت بتشوف فيه حاجات حلوه كتير قوي بتبقى مستعجل عليه كتير. وانا مش من الانصار دي على فكره، يعني انا اشوف ان اللعيب اللي عنده مميزات كتير قوي قوي وسنه صغير اوعى تحمله نتيجه مباريات او نتيجه مستوى فرق، اوعى كده بتهد. يعني عن تجارب في فرق سابقه ممكن تلاقي واحد مميز جدا ورهيب جدا في الفنيات، جامد جدا جدا، بس كل تعادل او كل اخفاق الناس تروح له هو وهو لسه عنده 20 سنه. خلي بالك خاصه هو اصغر واحد في الفريق. نقطه برضو مهمه كابتن، لما كان مثلا عبد الله سيد مثلا المنطقه ديت، بس كان عندك وليد سليمان جاهز بنسبه 100%، عندك اجاي، عندك وليد ازار، في عندك ناس تقيله جدا. كان حسام غالي موجود، كان عندك ابو تريكه وعندك بركات، كانت في ناس تقيله في الملعب شايله، فبتديك ثقه بقى مع الوقت. لكن لما يكون عندك النواقص دي كتيره فانت بتشيل عبء كبير عليك. يعني عايزين نقول هو النهارده ممكن ما يبقاش في الحاله اللي احنا منتظرينها. لا يعني بص، يعني انا بحبه جدا طبعا، بس عايز اقول لك هو نقطه كانت سلبيه في 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 في, في دفاعي وهجومي. يعني انت محتاج ناصر اللي هو ابتدى هيبص على وليد ازارو بيجري فين او وليد سليمان. نفس الكلام وليد سليمان ما كانش برضه على راجع من الاصابه، مش هو وليد. يا جماعه طمنونا على وليد وعمرو وسعد سمير، يا جماعه طمنونا على وليد وعمرو وسعد سمير اتنين في